السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة والأخوات، تحياتي لكم جميعا. الأخت سمية، أيمن، خالد، أخ سمير، اسكندر، المهم الإخوة والأخوات، حبيت باش ندير مداخلة قصيرة حول الوفاة نتاع الشيخ عباس ينضاني ربي يرحمه. وعليكم السلام الأخ صابر، الأخ صلاح الدين، أخ فؤاد، علي، أيمن، الآن مانيش نقرأ في التعليقات، نحاول ندير مداخلة قصيرة هكذا برك فيما يتعلق بالشيخ عباس مدني ربي يرحمه. بعد الإعلان نتاع الوفاة نتاعو قريت بعض التعليقات نتاع بعض الناس، منهم الجهلة ومنهم الحاقدين، حاقدين على الإسلام والحاقدين على الشعب الجزائري، ومنهم من يستعمل بعض الألفاظ كالإرهابي إلى غير ذلك من الألقاب التي لا تليق في مثل هذه الظروف مهما كان الأمر. أولا ربي يرحمه الشيخ عباس مدني، هو واحد من الناس اللي شاركوا في الثورة، واحد من الناس اللي شاركوا أيضا في السياسة في الجزائر، ومهما قيل هو كان واحد من الناس اللي كانوا يصنعوا الحدث في الجزائر رغم أنف الحاقدين، واحد من الناس اللي مثلوا تيار في مرحلة ما، واحد من الناس اللي أيضا ساهم في الجامعة من خلال التدريس، وواحد من الناس اللي ساهموا في الدعوة. والوفاة نتاعو كاين بعض من الناس اللي هما يستشفوا، كثير من الشخصيات السياسية اللي هما توفوا في الخارج ولظروف سياسية، ماشي من الناس اللي هما كانوا عايشين بالأموال تاع الشعب ومن بعد يروحوا يداويوا في الخارج ويموتوا برا. وأذكر فقط بعض الأسماء، من بين الأسماء اللي هما توفوا في الخارج أمير عبد القادر، أيضا شكوا في الجهاد نتاعو، مصالي الحاج، الشيخ الفضيل الورتيلاني، مفدي زكريا، حسين أيت أحمد، وأسماء كثيرة، أسماء كثيرة اللي هما توفوا في الخارج لظروف. الإنسان المسلم هو لما تكون فيه وفاة خلاص الخصومة حطها على جهة، خاصة إذا كان ما عندكش خصومة شخصية مع الشخص هذاك اللي توفى. يعني أنت أيها الشاب لا راك فاهم الأزمة السياسية ولا عندك اطلاع بالتاريخ ولا معرفة بالشخص، وتجي فقط أنت تنغمس، تدخل في نقاشات وتدخل أنت في أشياء ما تعرف عليها والو. وبعض الناس اللي هما عندهم عداء تقليدي، معروفين بالعداء التقليدي نتاعهم للإسلام، لأنهم عارفين حدث مثل هذا خاصة في هذه الظروف أرادهما أن يمحيوا يعني حقبة نتاع تاريخ، فإذا به الآن أراد الله هو أنه يموت في هذه الظروف.
يعني رغم الإقصاء اللي استعملته، ورغم التهميش اللي درته، ورغم يعني التعتيم اللي درته، أراد الله هو أن يموت في شهر أفريل، وإن أنه راه كاين هناك حراك في الجزائر اللي ما سمعش يسمع رغم أنوفكم. عوض هو أن الناس قال والله جات فرصة رغم الظلم اللي ظلمتو ناس مئات الآلاف، أو مش دوك أنا لما راني نتكلم راني نزكي في عباسي مدني، والله أنا مانيش نزكي فيه. عباسي مدني شفتو مرتين في حياتي، مرة في رأس الواد في المدينة نتاع برج بعريش سنة 1990، جدار محاضرة ثم أتذكر في ذلك اليوم، أنا نسكن في برج الغدير ورأس الواد ماهيش بعيد علينا كثير، كان راني شافيلو دنا واحد الأخ اختطفوه، وهو الآن راهو في عداد نتاع القتلى، يكونوا قتلوه، يقولوا له عيسى بتيش ربي يرحمه. ونعرف واحد من الناس اللي خطفوه، راه يجي النهار تاعكم ان شاء الله، ماشي على جال باش ننتقمو، وانما على جال باش يعرفكم الشعب. برك كاين واحد منكم كان قاعد ثم نهار اللي جيتو خطفتوه، هو جا قال لي، والخبر ماهوش غير عندي وحدي، برك كان معاكم ربي يرحمه. هذا واش نقول، الشيخ عباسي يعني هكذا جا في الفترة هذيك سنة 1990، جا للمدينة نتاع راس الواد، ألقى محاضرة، وكانت راس الواد في تلك الفترة اهتزت، ومش غير فقط راس الواد، يعني مدن قريبة جاو يحضروا ثم حتى من سطيف. وأيضا حضرت له في التجمع في نفس السنة في الولايه نتاع البرج في الصطاد، لا مش الصطاد اللي الان راهم يلعبوا فيه، الخطر راني اعتقد راهم داروا صطاد جديد، في الصطاد القديم نتاع وسط المدينه، كان الصطاد من الان عن اخره، لربما راهم بعض الاخوه من البرج بالك راهم مازالوا محتفظين بالتجمع هذاك. ويعني كنا نتبع في الاخبار تاع عباسي مدني مثل ما يتابعها كثير من الناس. أنا لست من سكان العاصمة، كنت نسكن في المدينة نتاع البرج، كان أول مرة اللي اكتشفت فيها عباسي مدني، يعني نعرفه هكذا أعتقد سنة 1988، والله في الفترة هذيك قبل البداية نتاع التعددية يعني بلك عام والله هكذاك، كانوا داروا شما مقال هكذا أعتقد في صحيفة، وكان هزها الاخ نتاعي الاكبر مني سنا، كان هو في تلك المرحله كان في جبهه التحرير، والعنوان بالفرنسيه الله اعلم اذا كان مخافه ما خانتنيش الذاكره، كان العنوان نتاعو ني ماركس ني بانكس سولمون لا اله الا الله محمد رسول الله، كان اعتقد العنوان نتاعو هذا هو. ومنذ ذلك الوقت بقيت انا نتبع نسمع مداخلات نتاعو وتسجيلات نتاعو، فيه اشياء اللي هو اصاب فيها، عنده اخطاء مثل ايها الناس، كانت هناك حقبة تاريخية في الجزائر، الناس فازت بالانتخابات البلدية والانتخابات التشريعية، فازوا بها بشهادة نتاع العربي بالخير، بشهادة نتاع الجريدة الرسمية، بشهادة نتاع الناس اللي شاركوا في تلك الانتخابات، سواء تعلق الأمر بالدكتور عبد الحميد مهري ربي يرحمه، أو حسين عيد أحمد ربي يرحمه، أو حتى الناس اللي هما خسروا في تلك الانتخابات. وكانت واحد الأجواء في تلك المرحلة في التسعينات، الناس اللي راهم عاشوها في البداية كانت الأمور مثل ما الآن راكم تشوفوا في الحراك، المسيرات هذيك حنا عشناها في التسعينات، وكانت سلمية
وكانت الناس تاكل وتشرب، واحد الاخوه واحد المحبه واحد كذا. ولكن للاسف الشديد في تلك الفتره القياده نتاع الجيش وبعض الناس اللي هما كان عندهم عداء للاسلام وللمسلمين، وايضا كانت فيه اخطاء، كانت فيه اخطاء من طرف القياده نتاع الجبهه الاسلاميه وحتى من طرف المناضلين والمناصرين، وقعت اخطاء. والمهم فيما بعد تم توقيف المسار الانتخابي ودخلت الجزائر في نفق، وكانت فيه يعني فاتوره يعني كبيره نتاع ارواح، وما زلت يعني المأساة ما زلت تلقي بالظلال تاعها الى اليوم. روح يا وقت وجي يا وقت، نهار اللي بدينا في النشاط هذا نتاع الانترنت، بديت في البداية انا والاخ وسمو شوشان درنا حوار، وبدينا في سلسلة من اللقاءات هكذا وسلسلة من النشاطات، فاكتشف من انه عباسي مدني كان يتبع في النشاطات نتاعنا. ومن بعد المهم كان فيه واحد الاخ هكذا راهو في اعتقد راهو في النرويج، كان واحد الاخ هكذا مرة على مرة يتصل بيا، انقطعت الاخبار تاعو ولكن مازالوا ينشط. المهم تواصل معايا واسمه بنو أسامة، كنت نتكلم انا وياه، ومن بعد جاء الشيخ عباسي مدني وتكلمت معاه لاكثر من ساعه، وقال لي واحد الكلام هكذا يعني في الكلام هذاك راه موثق، وممكن ننشر لكم مقطع او مقطعين من الكلام اللي قاله لي، ما ننشرش المكالمه كامل. وبطبيعة الحال أنا سجلتها يعني مكالمة تاريخية، وقال لي كلام يعني أثر فيا بزاف، أثر فيا بزاف، وشعرت لما كنت نتكلم معاه شعرت من أنه حس بواحد الظلم، واحد القهر، واحد التهميش، واحد الإحساس، واحد الشعور اللي حسيته من خلال الكلام معاه، شعور يعني شعور رهيب. في تلك الفترة في مش يعني في 2009، يعني عنده 10 سنين، عنده 10 سنين لكلامها في 2009. في تلك الفترة كان هو اعتقد دار هو والله بنو دار له موقع، ومن بعد الموقع هذاك ما كانش، كان مهجور. حتى بنو هذا أسامة كان دار بسودو، يكتب بسودو. ولما تكلمت معاه انا شعرت مثل ما قلت لكم من انه حس بواحد الظلم، حس بواحد القهر، وكان في شبه عزلة. هو قالها لي هكا، ونجيب لكم المقطع تسمعوه بأذنيكم، عزلة تامة. قال لي باللي رانا في عزلة تامة، وكنا احنا ننشطوا على الانترنت، وكان هو مستبشر خير. ومن بين الكلام اللي قالوا لي قلت له باللي انا راني انطلقت باش يعني هكذا اخذت المبادرة يعني هكذا من تلقاء نفسي، والان نفتح علينا ربي بهذه الانترنت، رانا نسعى وعلى جال باش حنا ندخلوا في نقاشات وفي حوارات وفي كذا وفي كذا، وهذه مناسبه على جال باش الناس تتكلم وعلى جال باش الناس تتفاعل وكذا. من بين الكلام اللي قاله لي قلت له انا راني وحدي. قال لي انت لست وحدك، قال لي انت امه، انت لست وحدك. وبدا يستدل بعض الأحاديث وبعض الآيات هكذا. ولما بديت نتحدث له على هذه القضية هذه قلت له باللي أنا راها يعني الآن صارت الأنترنت راها صارت في متناول الناس هكذا. قال لي إحنا هذا الشيء اللي راه ناقصنا تواصل. قال لي أنت الآن راك تقوم بعمل ما، وشعرت أنا قدامه قلت أنا يا سبحان الله هذا عباسي مدني اللي كانت كلمة منه الجماهير تهتز في الولايات، كيفاش يعني وصل عباس مدني لهذا الموصل من خلال هذا التشويه
صار يعني الانسان اللي يتكلم يخاف. وزاد انا الكلام نتاعو هذاك كنت راح ندير معه حوار، وحتى اعلنته على الموقع نتاع اليوتيوب وحطوا فيا الارهابي الارهابي، قلت لهم انا طبلوا اضربوا الزرنا دزوا معاهم ديروا وش حبيتوا، تغلقوا كونت نحل 10، تغلقوا كونت نحل 10، ويلا الناس اللي راهم عاشوا في تلك المرحله هذيك. يا النهار اللي درت اسمه مع علي بالهاج يا قيامه نرت. المهم كملنا شي اللي انا اليوم شفته في يعني من خلال التعليقات نتاع الناس، الناس يسميو فيه ارهابي وكذا وكذا وكذا. فانا هاني اليوم حبيت باش نتحدث معكم بالصوت وبالصوره مثل ما راكم تشوفوا. اللي ما يعرفنيش يسقسي عليا، هاني هنا في فرنسا عند جداكم، والانسان اللي ما يعرفنيش يسقسي عليا. وهذا الناس اللي كنتوا تسبوا في عباس مدني كنتوا تقولوا باللي ارهابي، اذا كان راكم من الرجال تلبسوا السراول نتاع الرجاله. درك نفتح لكم البث، الان راني نتحدث من بعد، درك نعاود نقلب التليفون. اذا كان راكم من الرجال ارواحوا قابلوني بالصوت وبالصوره والشعب يسمع. يا اشباه الرجال تتحدثوا على انسان اللي هو شارك في الثورة نتاع التحرير وشارك في التعليم وكان مناضل في جبهة التحرير وفاز بالانتخابات البلدية وسجن اثناء الثورة عقب 7 سنين اعتقد في الثورة، ومن بعد زاد ضرب 12 سنة في السجن، وعنده أكثر من 20 سنة لاجئ، يموت لاجئ. نختلفوا معاه في بعض المسائل، نختلفوا معاه في بعض التصريحات ولا مواقف ولا كذا، نختلفوا معاه. ولكن درك هذا السيد راهو دفع ثمن وراهو مات. هل من الرجولة هو انه تقول انت الواحد انت ارهابي هو ميت وانت ما تعرفوش اصلا؟ قال مثلا الواحد راه هو ظلم منه، قال اعتدى عليه، قال مثلا قتلوا له واحد من لافامي نتاعو وكان المتسبب هو، ولا واحد من ولاده، ولا واحد متظلم منه، واحد هو راه قاسو في عرضه، قاسو في ماله، قاسو في ملكه، حقه يتكلم. قال راهو، قال ربما راهو ظلمو، راهو يتكلم، راهو الوجع يكلم فيه. تا كيفاش انت ما تعرفه ولا تعرف تاريخ ولا تعرف شيء على المرحله هذه، وجاي انت تسب في الناس هكذا ودير في ليزيتيكات للناس هكذاك؟ وعلاش تكلمنا على رضا ملك رغم اننا من المتضررين من السياسه نتاعو، ومات وقلنا ربي يرحمه، وموش غير رضا ملك، هذاك هو ريمانار هذاك. يا اخي واحد كان من مانيش عارف انا من الشباب هذوك الضالين، والنهار اللي هو توفى يا اخي درت لكم حوار، وحتى درتو على التشفي، قلت انا سبحان الله هاد الناس الجزائريين يا خويا مات ربي يرحمه، وراهو فيه عند ربي، ربي حاسبه. علاش انت واحد انت راهو ميت؟ تخيل شوف نقول، تخيل راهو باباك. اي انا والله العشيه ولا ما قدرت نهضر، كنت زعما نحوس ندير بث العشيه ما قدرتش، نجي نهضر برك يجيو الدموع يجريو وحدهم. تخيل راهو باباك، تخيل راهو خوك، تخيل راهو عمك، تخيل راهو واحد من لافامي تاعك يموت برا. راكم شفتوا فقط لي زينيغري تاع مره، انه واحد يكون مثلا غير تعرفوا هكذاك عشيرك برك ويموت برا في الخارج، ما بالو كان تاع عنده اكثر من 20 سنه لاجئ سياسي، 12 سنه في السجن. مش انتم الان
في 2019 اللي راكم تقولوا النظام ديجاج، ايها الشباب اللي راكم تسعوا للتغيير وراكم كذا، من شو مش انتم اللي الان راكم صرتوا تحكيوا على الدوله العميقه وتحكيوا على الدياراس وتحكيوا على التوفيق؟ مش انتم اللي راكم الان تحكيوا على الفساد؟ هذا واحد من الناس الذين ظلموا، واحد من الناس اللي قهروا. تخيل انت يموت واحد كان هو يسعى من اجل باش يحرر البلاد ويموت لاجئ في اوطان الناس، تخيلها في راسك، والناس قاعده تعبث. راكم تشوفوا فيهم كيفاش راهم يخرجوا فيهم الطوام والضباع والذئاب، راكم تشوفوا فيهم كيفاش راهم يخرجوا اموال نتاع شعب اللي داوها. من مكن لهؤلاء؟ شكون؟ عباسي مدني، علي بالهاج، شكون اللي مكن لهذا الناس؟ هذا الناس اللي دخلوا البلاد دخلوها في متاهات، هما اللي وصلوا البلاد لهذا الموصل. وإلا كثير من الناس اللي كانوا في وقت الجبهة الإسلامية، نعطيكم غير كمثال برك، والله زوج في فرنسا، والله هذا الشخص انا شخصيا ما كنتش نعرفه، يعني جاء مكتوب وين انه درنا حوار على الاذاعه نتاع وطني في اثنين للزوج، واحد هذاك من ليكشي نور الدين تاع بومرداس اللي كان في بومرداس، والاخر هذاك مسعود وزيايا، والله وزيالا. للزوج انا سمعت بهم على الاذاعه نتاع وطني، ما نعرفهمش. كان هذا واسمه نور الدين مليكشي كان قرا عنده الاخ تونسي، كلمني عليه قبل ما بداو يهضروا عليه في وسائل الاعلام، الاذاعه نتاع وطني ثم اللي تكلمنا عليه، ومن بعد واحد الصحفي ثم في امريكان راح جبدو تكلمنا عليه في الاذاعه نتاع وطني. هذا نور الدين مليكشي عالم من العلماء في امريكا في الناسا، فهمتوا؟ هذا احتقروه في الجزائر في وقت نتاع الجبهة الإسلامية وراح. وهذا مسعود، هذا مسعود، هذا أوزيالا ولا أوزيايا، أوزيالا وقيل أعتقد هك، ثاني نفس الشيء، هذا أعتقد من برج الكيفان، أول طبيب جزائري اللي دار الوسمو نتاع النقل نتاع الكلية في الجزائر، هزوه اعتقلوه وداوه ظلما وعدوانا، ومن بعد هو لقى روحه باللي لازم يخرج وخرج، كان هنا في فرنسا. والنهار اللي جينا على جال باش نحكيو على القضية ذيك نتاع الأخ عبد السلام نتاع سطيف، اتصل بينا واحد من الناس اللي معاه الطبيب في الجزائر وفرملي في فرنسا، فهمتوا؟ طبيب في الجزائر، كان طبيب في الجزائر ويخدم فرملي في فرنسا، اتصل بينا لما سمع القصة هذيك والله وغاثوا، ومن بعد قالنا باللي راني نعرف واحد جراح وقعد يسأل فيها هكذا، قال لي باللي راهو كان في الفيس وراهو كذا وبالك العود لربما تسمى الناس عندها حرج. والله قلت له يا رجل الإمبليس، خونا جزائري نتشرفوا به، واللي ما عجبوش الحياة اللي يخبط راسه في الحيط، عيطلوش بيك انت هذا، عيطلو. قلت له ما كان حتى مشكلة. من بعد بشوية بشوية نكتشف باللي العقون نتاع يزيد زرهوني هذا مسعود أوزيال، هو توفى ربي يرحمه، ما تعتقد العام اللي فات، والله العام اللي قبل ما شفتش على بالك من كثرة الأحداث وكثرة التواريخ، المهم توفى ربي يرحمه، هو اللي واسمه دار الكلية للعقون نتاع يزيد زرهوني. هذا يزيد زرهوني اللي نهار اللي حضروا الحركة نتاع الوفاء والعدل في البرلمان في الحكم هذا نتاع بوتفليقة،
قال لهم هذا الحزب هذا نتاع طلب الإبراهيمي راهو من البقايا نتاع الفيس، وهذا مسعود أوزيالا هو اللي دار له الكلية هنا في فرنسا. وكثير كثير كثير من الناس الذين همشوا، من الناس الذين أقصوا، من الناس الذين طردوا من العمل ظلما وبهتانا. هل أنتم وطنيون أكثر من هذا الناس؟ ممكن واحد يغلط ممكن، ولكن يا هل ترى أنتم راكم عادلين على جال باش أنتم ماكم تشوفوا في هذاك دوك ولاو يديروا في السرك؟ قبيل قاعد نشوف في واحد المقطع هكذا نتاع فيديو، بالك لا عاود ندير لكم على الصفحة وراكم بالك لا عاود راكم شفتوه، تاع واحد من الدعاة في تونس عبد الفتاح مور، وإنسان داعية ما شاء الله عليه، داير هكذا مقطع هكذا يقصر معاهم هكذا شويه نتاع ترفيه هكذا، ولو انه يعني كيما نقولوا هذا التسجيل يعني مش خاص بهذا الموضوع، ولكن فقط دايرين عليه السرك. يعني الناس اللي راهم دوكا ملتزمين قال هذا راهو متعصب وهذا راهو متزمت وهذا راهو الريح ما كانش، الناس اللي راهم دركو هما منفاتحين وراهم كذا قال شوف شوف كيفاش راهم يديروا في البدعة في الإسلام وكيفاش راهم حرفوا الإسلام وكيفاش راهم. فهموا رواحكم يا صاحبي، فهموا رواحكم، وش هو الدين اللي تحوزوا عليه؟ وش هو الدين اللي تحوزوا عليه؟ ما بنتوا لا مسلمين ولا 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 جنس واحد آخر. يعني وصلت الناس من الحقد ومن الضغينة، هو أنه واحد ميت يا رب العالي مدينه رايحين باش يدفنوه والناس راها عقبوا. خاوة 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 خاوة، راكم تحوزوا على التغيير ما شاء الله ما شاء الله عليكم. الناس اللي راكم في النظام عندكم فرصة تاريخية، خاصة من الناس اللي تورطت يديهم بالدماء ومتورطين في المأساة ووالغين في الأعراض ووالغين في الدماء نتاع الجزائريين. أمامكم فرصة تاريخية على جال باش كما يقولوا تحفظوا ماء الوجه. أنا لست وكيل على العائلة نتاع عباس مدني، راه عنده ولادو وراه عنده القناة نتاع المغاربية وبإمكانهم يتكلموا، لكن فقط كجزائري نقول برك رسالة للناس اللي راهم يعني في السلطة وعلى رأسهم القايد صالح، بلك ربما ناس ما يقدرش يسمي، وأنا نسمي الأمور بالمسميات نتاعها، وعلى رأسهم القايد صالح. فرصة تاريخية أمامكم، هذا راه كان مجاهد وكان عضو في جبهة التحرير، ومهما قيل فيه هو جزائري في النهاية. إذا كان ما رحمتوش وهو حي أرحمه وهو ميت. مكنوا العائلة نتاعو على جال باش يدخلوه للجزائر، وإذا عندكم نيف نتاع رجال ديروا له طائرة هو والعائلة نتاعو. إلا عندكم نيف نتاع رجال سمحتوا للناس ما مش حتى جزائريين باش يندفنوا في الجزائر، وجاو في طائرة خاصة واستقبلتوهم وبالحرس وبالشرطة، والفيديوهات راها موجودة وبدون منظر وداخلين في التفاصيل. هذا راهو جزائري، ولا أحد فوق الأرض يقدر ينحيلو الجزائرية تاعو. هذه فرصة تاريخية أمامكم على جال باش تحفظوا ماء الوجه، ربي يرحمه واللي في القلب في القلب. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله. إذا كان فيه إخوة حبوا ديروا يعني نقاش حول الموضوع هذا وعندكم كشما أشياء تحبوا تقولوها، نعود نفتح لكم النقاش بعد قليل. تحياتي لكم.